سلام من الله عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم لمتابعة ومناقشة أبرز الأخبار والمستجدات التي طالعتنا بها الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية كما جرت العادة بإطلالة سريعة على أهم العناوين. البداية من موقع اليمن اليوم، وفيه نقرأ: ميليشيا الحوثي تفجر مدرسة تعليمية في جنوب حيس. الدولار الجمركي يوقف الحركة التجارية في المنافذ الحدودية البرية. الأمم المتحدة تحذر من نفاد تمويل المساعدات الإنسانية لليمن. وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية: بدعم من المقاومة الوطنية إقامة مهرجان وادي النخيل بالدريهمي. الصحة اليمنية توقف إصدار شهادات لقاح كورونا بسبب قرصنة إلكترونية. نظر مواجهات مسلحة بين مجاميع حوثية في الضالع جراء خلافات متصاعدة. الساحل الغربي أورد الآتي: العرادة يحذر من المضي في تنفيذ مخططات الحوثي داخل مأرب. الخارجية الأمريكية تؤكد وقوف الحوثيين خلف أسوأ كارثة إنسانية في العالم. اختطف الحوثيون السواد من منزله وعذبوه حتى الموت. ثمان دول إفريقية تحذر من كارثة صافر على البحر الأحمر. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: مصدر بوزارة الاتصالات، الاستخبارات الحوثية تواصل إحكام السيطرة والتلاعب بخدمتي الاتصالات والإنترنت. الأمم المتحدة تحذر من نفاد تمويل المساعدات لليمن. المركز اليمني يوجه البنوك بسرعة نقل إداراتها من صنعاء إلى عدن. في موقع نيوز يمن نقرأ: مدير مكتب الزراعة يدعو وكلاء المواشي إلى الاستيراد عبر ميناء المخا. مستغلة انقسام أولاده، ميليشيات الحوثي تمارس ضغوطا لإغلاق قضية اغتيال شرف الدين. تقسيم اليمن، قرار حوثي بفرض تأشيرات داخلية بقوة سلاح. الصورة من زاوية أمريكية، ما وراء لقاء وفد الحوثي ورئيس إيران الجديد. موقع عدن الغد طالعنا بالعناوين التالية: المقاومة الجنوبية تشن هجوما وتتمكن من إفشال محاولة الميليشيات الحوثية لاستحداث مواقع في ثرة. سياسي عدني يأسف لمشاركته في إسقاط نظام علي عبد الله صالح. الحوثي يعلن أولى خطوات الانفصال عن المحافظات الجنوبية. في صحيفة الشارع نطالع: ميليشيا الحوثي تقتل مواطنا تحت التعذيب بعد ساعات من اختطافه في البيضاء. ميليشيا الحوثي تعلن إلقاء القبض على قاتل الأكاديمي نعيم وتقول إن الجريمة نتيجة خلافات شخصية. الأمم المتحدة تحذر من نفاد تمويل المساعدات الإنسانية في اليمن وتؤكد أن البلد دخل في خطر كبير. من الصحف العربية الشرق الأوسط: حملة تجنيد حوثية تستهدف الشبان والأطفال في صنعاء. المركز اليمني يوجه المصارف بنقل إدارة عملياتها إلى عدن. نقص التمويل يهدد برامج الأمم المتحدة في اليمن. في موقع الحدث الإخباري نطالع: إلى عدن، قرار سريع من البنك المركزي اليمني للبنوك. جريمة حوثية في البيضاء، تعذيب وقتل. وأخيرا من سبوتنيك: الحكومة اليمنية تطلب دعما أوروبيا لإعادة البنية التحتية المتضررة. بعد تحذيرات البنك الدولي، اليمن على حافة مجاعة أم أنه يعيشها منذ سنوات؟ استهداف الحوثيين للعملة الوطنية، تحت هذا العنوان أورد همدان العلي مقالا كتب فيه: تمكنت جماعة الحوثي من احكام سيطرة على كافة المؤسسات المالية بما فيها البنك المركزي اليمني عقب اجتياحها العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر ايلول 2014، لتبدأ في عملية استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الذي قدر حينها ب 5 مليارات و 6
ملايين دولار وأكثر من تريليون من العملة المحلية، رغم مطالبة المؤسسة النقدية الدولية بتحييد الاقتصاد وبقاء البنك المركزي في صنعاء شريطة عدم التدخل في إدارة أو إجراء تغييرات من اختصاص رئيس الجمهورية، مع السماح بتدفق الإيرادات إليه على أن يتم تسليم رواتب الموظفين الحكوميين في كافة المحافظات. لكن هذا الأمر قوبل برفض جماعة الحوثي واستمرت في نهب الاحتياطي النقدي من خلال صرف 100 مليون دولار شهريا مجهود حربي لتمويل العملية العسكرية محليا، وأوقفت صرف رواتب كل الموظفين من يخالفونهم الرأي بالجهاز المدني والعسكري للدولة. لقد كان لمنع تداول العملة الوطنية الجديدة في مناطق صيدلة الحوثيين تداعيات سلبية على قيمة أمام الدولار، حيث تفاوتت أسعار الصرف وألحقت أضرارا كبيرة على التداول النقدي والتعاملات المالية، وتسببت بحرمان كثير من التجار والمواطنين العاديين من المدخلات من النقدية الجديدة بعد حوالي سنتين من التداول. هذه الإجراءات دفعت الأمم المتحدة لتحديد مخاطر انهيار العملة الوطنية في 5 أكتوبر 2018. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي بأن ملايين اليمنيين من الفقراء والمعدمين باتوا مهددين بالجوع نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار السلع على خلفية التضخم الناتج عن الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية. في 22 يونيو وحزيران 2021 أعلن الحوثيون منع التعامل مع عملة نقدية جديدة من فئة 1000 ريال طبعتها الحكومة اليمنية، واعتبرتها مزورة وغير قانونية، ولم تمر أيام قليلة إلا وتراجعوا عن قرار منع التعامل مع هذه العملة، وسمحوا بنقل مبلغ 100,000 ريال لكل شخص قادم من المناطق الخاضعة لصيدلتها شريطة تطابق رقم التسلسل في الفئة الجديدة مع الفئة المتداولة القديمة. خلال عام 2020 برزت بشكل واضح وجلي أحد النتائج الكارثية لعملية الفصل القسري بين مناطق صيدلة الحكومة اليمنية وبين مناطق صيدلة الحوثيين كما وصفها تقرير صادر عن مركز الدراسات والعلوم الاقتصادية. فقد تراجع حجم التجارة بين المناطق الخاضعة لصيدلة جماعة الحوثيين ومناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بنسبة 40%، وذلك المرة الأولى في تاريخ اليمن منذ تحقيق الوحدة اليمنية بين اليمن الشمالي والجنوبي عام 1990. ما سبق غيظ من فيض الإجراءات التي نفذها الحوثيون، وكان سببا في تدني قمة العملة الوطنية لمستويات قياسية أمام العملة الأجنبية الأخرى. علاوة على ذلك، أسمت إيجاد انقسام نقدي ومصرفي حاد في البلاد أدى إلى تدهور الوضع المعيشي. وفي قراءة للخبر الذي سنناقشه طالعنا موقع الحدث الإخباري تحت عنوان أمريكا: الحوثي وراء أسوأ كارثة إنسانية بالعالم. بينما تواصل ميليشيا الحوثي نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات اليمن ونسيجه الاجتماعي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الميليشيا مسؤولة عن الكثير من المعاناة التي شهدها الشعب اليمني، وأشار إلى أن اليمن بات يمر بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، مؤكدا أن معظمها من صنع الإنسان وأن الفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون. كما أوضح برايس خلال الإيجاز الصحفي اليومي أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع أنحاء البلاد، إلا أن الميليشيا رفضت ذلك، وشدد على أن القتال زاد من معاناة الشعب اليمني، لافتا إلى استمرار رفض الحوثيين في الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية. لمناقشة هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي طالعتنا بها الصحف والمواقع الإلكترونية، أرحب بضيفي من القاهرة فاطمة غندور الكاتبة الصحفية والباحثة. أستاذة فاطمة، مرحبا بك في قناة اليمن اليوم وبرنامج الصحافة اليوم. أهلا بك وكل مشاهدينك الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة، وجمعة مباركة إن شاء الله. وهي تحية لمن سينضم إلينا عبر الهاتف. وقبل النقاش نتوقف عند هذا الفاصل. أستاذة فاطمة، في الخبر الذي أذعناه قبل قليل حمل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثي الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم من خلال رفضها المتكرر لوقف إطلاق النار والانخراط في محادثات سياسية. عندما يصل الأمريكان إلى هذه القناعة، برأيك هل كان القرار برفع ميليشيا الحوثي
من قوائم الإرهاب، وهو القرار الذي اتخذته إدارة بايدن لدى تسلمها مقاليد الحكم في البيت الأبيض. هل كان هذا القرار خطأ جسيما؟ أهلا بك مرة أخرى. بالتأكيد أنا لا أتصور أن ميليشيا إرهابية منهجها سار منذ انقلاب سبتمبر 2014 باتجاه القتل والتدمير، وهي لا تختلف في سياستها عن سياسات إرهابية مثل القاعدة وداعش التي يحاربها تحالف دولي. هذه الميليشيا لا تختلف عنها، بل إنها ترتهن مصير اليمن لمشروع وهمي، هو مشروع إرهابي أيضا، مشروع يتقصد التخريب والدمار والجرائم اللا إنسانية. هذا المشروع الشيعي الذي يعني لم نشاهد ممارسة إرهابية بشعة وناشرة للرعب كما شاهدنا المشروع الإيراني في تعمقه في العراق، في تدخله في سوريا، لبنان قبل ذلك بوجود دولة داخل دولة يمارسها حزب الله ممارسات الإرهابية الحوثية، لم تبقي ولم تذر كما يقال أطفال يجندون من أجل موت مجاني، من أجل أن يكونوا رهن بيع رخيص من أنفس رخيصة تذهب في اتجاه أن تكون الحلول بدلا من خلق سلام أهلي وتعايش تذهب إلى تدمير بلد بالكامل شماله وجنوبه، ورهن مصير اليمن كما ذكرت لمشروع إرهابي غاشم لا يختلف عن ممارسات في نهجه، لا يختلف عن ممارسات داعشية قاعدية نشهدها ونشهد حروب ضدها. ولتساءل لماذا ترك اليمن لهذا المصير المشؤوم ولهذا المصير الكارثي على مستوى العالم؟ لم نشهد بأن نرى مواطن في حياته اليومية أطفالا نساء رجال تنعدم عندهم ظروف وحقوق حياتية في سبل العيش بدءا من الرغيف اليومي إلى راتب هو حتى يعني في ظل هذه الاختطافات لليمن لا يرم حياة مواطنه. وهذه المناحة التي يقدمها مبعوثين دوليين على التوالي في اليمن بمجرد إلقاء تقارير تكرر وتمضغ وتلاك دون حلول يعني حازمة وصارمة بمواجهة هكذا ميليشيات إرهابية، لماذا يفعل باليمن هذا؟ نعم أستاذة فاطمة، الغريب والملفت للانتباه في التصريحات الأمريكية أنه مثلا هناك تصريح لوزارة الخارجية تعقيبا على زيارة ليندر كينغ للمنطقة وهي الزيارة السابعة بأن السلام والتعافي الاقتصادي لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال المشاركة الهادفة للحوثيين في محادثات السلام كما فعلت بقية الأطراف الأخرى. من خلال هذه التصريحات هناك إجماع على أن ميليشيا الحوثي هو الطرف المعرقل، لكن في المقابل ليس هناك ضغوط حقيقية لثاني ميليشيا الحوثي عن المغامرة والاستمرار في حربها على محافظة مأرب والكثير من الجبهات اليمنية. لماذا برأيك تصريحات جوفاء ليس لها أي تطبيق عملي على الأرض؟ نعم، وهذا التباطؤ وانعدام الإجراءات الحازمة والصارمة في فرض العقوبات، هذه الميليشيا يزداد تسليحها، وهذه الميليشيا مؤثرة حتى على المياه الإقليمية، الملاحة التجارية تأثرت يعني جعل اليمن في هذا الواقع المريض والعليل والمأساوي والكارثي، والمشهد الفرجوي الدولي الذي لا يقتصر إلا على التصريحات التي تجعل واقع الأرض وسلطة الأمر الواقع تتواصل وتزيد بشاعة. ميليشيا الحوثي كل التقارير الدولية وحتى ما أطالعه من وزارة حقوق الإنسان اليمنية وما يقدم من أرقام تصل إلى الآلاف تمس واقع وحياة أطفال اليمن، نساء اليمن، هناك يعني ناس مدنيون لا ينخرطون في هذه الحرب، ليسوا طرفا في هذا الصراع، تدمر المساجد، تدمر المدارس، هناك تخلي بأعداد مئات وآلاف أطفال يساقون ويعني يحملونهم السلاح لكي يمارسوا القتل البشع ويقتلون في ميدان الصراع. ممارسات الميليشيا الحوثية
تواجه بمجرد تصريحات ومجرد منابر هي مناحة صوتية ليس إلا في إطار أن نرى أبشع المشاهد وأكثرها مأساوية، وتقال هذه الأرقام بشكل وكأن دفع الموت المجاني في اليمن كأنه متقصد، لأن لا حلول حازمة ولا ممارسات تجاه هذه الميليشيا لا على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد الدولي تفضي إلى دفعها للعودة إلى محادثات سلام وإلى على الأقل الحوار الذي جرى في 2014. هناك بنود جرت فيه على الطاولة كان بالإمكان أن تؤدي إلى خلق نوع من الاستقرار النسبي ونوع من حوار تعايشي يؤدي إلى بعض ضمانات لعيش كريم وإلى نوع من أن تظل هذه المناطق اليمنية حتى وهي تشهد صراعات قائمة في سنوات وعقود سابقة لم تتوقف، ولكن نعم. على الأقل عندما جرى الحوار في 2014 كان بالإمكان أن يكون هناك ضغط ودعم دولي من أجل إيقاف ميليشيا الحوثي التي رهنت اليمن كل اليمن لمشروع إقليمي إرهابي يعني مرتهن لإيران، وكلنا الآن يشهد أحوال إيران في داخلها. ما أدي إليه الأوضاع في اليمن تبدو وكأنها مؤامرة تتقصد استمرار هذا الصراع وسياسة ممنهجة وكأنها مرضي عنها يمارسها الحوثيون مدعومين من حزب الله ومدعومين من ميليشيات إيران التي مفاعيلها في المنطقة كلنا نشهد أرقامها الكارثية في العراق في لبنان في سوريا. يعني هذا المشهد الكارثي مقابله عبارة عن أحاديث ناعمة دولية لا تنظر إلى العيش والضنك الذي يتساقط فيه أطفال ومدنيين في غياب قرارات دولية صارمة وحازمة تفضي إلى وقف هذا الإرهاب الممنهج وسياسة ظلت طوال الوقت لا تذهب إلى خلق يعني جلوس على لطاولة مفاوضات نوع من تقديم التنازلات ونوع من التسويات التي تريح جميل. اليمن كما قلت أستاذة فاطمة أن المواطن هو من يدفع المدنيين ثمن باهظ لهذه السياسات، وبدليل أن التقارير الدولية تتحدث أن اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية. هنا اسمحي لي أيضا أن أشرك معي عبر الهاتف عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات. أستاذ عرفات مرحبا بك. مرحبا بك وبضيفك غير كريم. أستاذ عرفات فيما يتعلق بالجانب الإنساني نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، الكثير من مؤتمرات وخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن لأكثر من 5 سنوات جمعت ما يربو على 20 مليار دولار، ولكن آخر تصريح للأوتشا يقول بأن تمويل هذا العام فيما يتعلق بخطة الاستجابة الإنسانية سينفد في سبتمبر المقبل. ما خطورة نفاد التمويل على الكثير من الأوضاع للنازحين للشعب اليمني الذي يوصف يعني نصفه بأنه لا يعرف من أين سيحصل على الوجبة المقبلة؟ طبعا استلمت المنظمات الأممية ما يقارب 32 مليار حتى هذا العام. هذه المليارات لم يستفد منها الشعب اليمني ولم يتحسن الوضع في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية بالذات، وأيضا لا نجد إجابة من المنظمات الأممية لماذا لم يتحسن هذا الوضع وأين ذهبت كل هذه المليارات. من الطبيعي جدا أن هذا العام لم يستطع أن نحشد المبالغ تجمع المبالغ التي قالت أنها تريد 3.8 مليار، ورأوا أن هناك ما زال حجز بحوالي مليار، وكل هذه النداءات من أجل أيضا جمع هذه المبالغ لم تعد الدول المانحة تستطيع أن تعطي هذه المنظمات الأممية، بالذات أنها عرفت أنها أيضا تتقاسم هذه الميليشيا وأن أيضا هناك أموال كثيرة تذهب إلى جبهات القتال وأيضا تستفيد منها الميليشيا في علاج جرحاها. وكما قال أيضا وزير برنامج الغذاء العالمي أن الحوثيون يسرقون الطعام من أفواه الجيع، وأن أيضا 60% من الغذاء سرقه هؤلاء الميليشيا الحوثية.
كل هذه أيضا الأسئلة تطرح لهذه المنظمات وأيضا لا نجد إجابة، كما أن أيضا الولايات المتحدة في توزيع هذه المساعدات لا تخدم تحسن الوضع الإنساني، فلا يمكن أن يكون يعني المركز الإنساني موجود في صنعاء تتحكم به ميليشيا الحوثية، كما أن 80% من المساعدة تدخل عبر ميناء الحديدة وتذهب إلى صنعاء ولا يستفيد منها حتى أبناء الحديدة الذين يعتبروا المدينة المحافظة الأولى في سوء التغذية وفي أيضا الأمراض وأيضا في الوضع الاقتصادي الإنساني السيء. نعم. قالت منظمة الصحة العالمية واليونيسف. أيضا للمزيد من النقاش أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور إيهاب القرشي مدير عام الرقابة والتقييم في يمن دايركت. دكتور إيهاب مرحبا بك. ألو، أهلا وسهلا دكتور إيهاب. يعني في ظل الحديث عن جدوى مؤتمرات المانحين وخطط الاستجابة الإنسانية، كان هناك تصريح لوزير التخطيط واعد باذيب قال أن ثلث ما تستلمه هذه المنظمات يذهب في مصاريف ونفقات إدارية لموظفي المنظمات الأممية. هل هذا التصريح جاء متأخرا ويعكس يعني غياب الدور الرقابي للحكومة اليمنية طيلة الفترة الماضية وبالتالي غياب أي بعد تنموي مستدام لهذه المبالغ؟ أولا الحقيقة أن التصريح هذا يعني لم يأتي بجديد، وأن المعلومة هذه حاضرة من أول يوم في الأزمة اليمنية. المنظمات الدولية ودخولها وزيادة عددها في اليمن كان ملحوظا من أول إجراءات الإسماعيل ولد الشيخ وقبله جمال بن عمر المبعوثين الأمميين الذين كان لهم خط في دعم المنظمات ماليا عن طريق مؤتمرات المانحين، لم تكن مخصصة فقط للشعب اليمني وإنما كانت مخصصة أيضا لتشغيل المنظمات الأممية ثم الدولية. الوزير واعد باذيب تحدث عن 30% وهي في اعتقادي الشخصي وفي التقديرات الحقيقية للدراسات الجهات المختصة، ونحن من تلك الجهات الذين نعمل في الرقابة والتقييم ميدانيا نرى أن يتجاوز أكثر من ذلك بكثير. نعم. لأن هناك تأخير أيضا في تنفيذ البرامج الإغاثية والإنسانية من قبل المنظمات الدولية، وهذا يعني تكرار المصاريف الإدارية التي ترحل سنويا ومما يجعل تضاعفها بشكل مستمر. بمعنى آخر إذا كانت في السنة 30% إذا تأخرت تلك البرامج عامان ستكون 60% من المصاريف الإدارية وهكذا. وهذا يرجع أيضا إلى ما يطرحه المنظمات الدولية من صعوبة العمل الإغاثي والإنساني في اليمن جراء وجود عدة سلطات على الأرض وأهمها وأقساها هم الحوثيين الذين يستولون على المقدرات الأخرى التي تتبقى من المنظمات الدولية، بل ويشاركون أيضا بعضهم البعض بها، وهذا واضح جليا من تقارير إعلامية ورصد ميداني خلال فترة السبع السنوات الماضية التي تحدثت أيضا عن تمويل الحوثيين بالسيارات وبالمعدات وبالأموال، وحتى أنهم يستخدمون تلك العربات المخصصة للأمم المتحدة والتي كانت قيمتها من ضمن المساعدة الإنسانية تستخدم لدى الحوثيين كعربات عسكرية في النزاع المسلح في اليمن. نعم، أرجو أن تبقى معي دكتور. وبالعودة إليك أستاذة فاطمة، في ظل هذه الأرقام وكما ذكر ضيفي عبر الهاتف بأن خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال الفترة الماضية جمعت 30 مليار دولار، هل هذا يؤكد المقولة بأن الأمم المتحدة لم تحل قضية في اليمن؟ هل هذا ربما يعطي مؤشرا بأنه إلى جانب تجار الحروب المحليين هناك تجار حروب دوليين وبغطاء أممي وإغاثي وما إلى ذلك؟ هو بالتأكيد مراجعة لتاريخ الأمم المتحدة وخارطة مساعداتها في حرب العراق
ما قبل الغزو كانت خارطة الغذاء والدواء كان الكشف عن أسماء وقائمة، وهذه قضية ما زالت حية. الأمم المتحدة تبدو وكأنها تمارس، وهذا ما يذكرني بأوضاع بلدي، سياسة لا حل، سياسة التباطؤ، سياسة ترك الأمور بما هي عليه دون النظر لأبعاد الموضوع على الأرض بالنسبة للمدنيين. هذا الحال رهن البلاد لمشاريع إقليمية خاسرة ومشاريع وهمية وكلها تحت عين وبصر ورصد. نحن نسمع الأرقام منهم، هم من يشيرون إلى دخول سلاح تسليح، هم من يشيرون إلى تحشيد دولي وإقليمي يسمعونه من أصوات تخرج من إيران، وأسماء لأسماء قيادات إرهابية تدخل اليمن وتغادرها. هذا نسمعه في تقارير منهم وتسرب حتى عبر الصحافة الأجنبية. هذا التواطؤ وهذه المفاعيل الدولية التي لا تذهب باتجاه دعم السلام ودعم الاستقرار والمراقبة والمحاسبة وإيقاف هذا النزف، سواء النزف الاقتصادي وقبلها أيضا نزف الدماء. منظمات دولية قراراتها ومواثيقها واتفاقياتها، تسمع جنيف، تسمع مونتريال، تسمع طوال هذه السنوات من أعوام ما بعد الحرب العالمية الثانية، ونحن نسمع هذه القرارات التي ينزل بها عبر المبعوث الدولي، نسمعها عبر المنابر الإعلامية وعبر الإحاطات التي تقدم، لكن المفاعيل على الأرض هي مسيئة وكارثية تجاه الإنسان على الأرض في مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة. كل شيء على تحت أعينهم وتحت رقابتهم. الآن ما تشهده اليمن يعلن بأنه كارثة، وأبشع كارثة مأساوية وإنسانية. طيب الأداء الدولي مفترض إلى أين يذهب؟ يذهب إلى مزيد من الدفع للتقاتل وترك ميليشيا تتواصل مع في رهن بلد مثل اليمن له تاريخه في الصراعات، وما يحدث الآن يزاد ويراد في تعميق أن أثر هذا الصراع على المدنيين، وتعلن أرقام، وهناك تواطؤ طبعا، وهناك دراية ومعرفة، ولكن بالمقابل لا يذهب باتجاه فرض العقوبات، باتجاه تصويب الأهداف المسلحة، إيقاف هذه المشاريع المسلحة التي تسيء للمدنيين على الأرض في لقمة عيشهم اليومية، في الممارسات الحياتية، في حقهم في التعليم، كما الآن وقف أن يذهب الأطفال إلى المدارس لأن المدارس دمرت. هذا كله على عين المشروع الدولي. ترتهن هذه الجغرافيا في إطار لا حل، وفي إطار التباطؤ، وفي إطار أنها تنظر إلى ما تمارسه ميليشيات مسلحة، ترهن وضعية داخلية إلى مشروع دولي وإقليمي خارجي. كل هذا على عين المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي ليس لديها عمل إلا أن تشيل، يعني يغادر مبعوث ويأتي مبعوث، وتجد المبعوث الأمريكي يصرح والخارجية الأمريكية تصرح بما يحصل من كوارث ومن مآسي. هو على عينهم، هذا تواطؤ، يفسر أنه تواطؤ ودفع بمزيد من سلطة الأمر الواقع المهيمنة في هذه الصراعات. نعم، بالعودة إليك أستاذ عرفات، وكما استمعت إلى ما أشارت إليه ضيفتي من القاهرة بأن الأمم المتحدة في خانة التواطؤ على ما يحدث في اليمن والكثير من البلدان التي عصفت بها ما سمي بثورات الربيع العربي. أستاذ عرفات، إلى جانب عملكم في عملية الرصد والتحقق من الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات وفي مقدمها ميليشيا الحوثي، هل هناك رصد لهذه الاختلالات في المنظمات الأممية؟ يعني 7 سنوات واليمن على حافة المجاعة، وكل يوم الرقم في ازدياد، إذن أين ذهبت تلك المليارات من الدولارات؟ ولماذا فقط العمل الإنساني يقتصر على سلال غذائية لا تسمن ولا تغني من جوع؟ طبعا من أن المنظمات الأممية لم تعمل بالشكل الجيد، يعني ذهبت هذه المبالغ ما بين المصروفات الإدارية كما ذكر، وحتى لو فرضنا أن الميليشيا الحوثية، أن المنظمات الأممية صرفت ما يقارب 30% كمصروفات إدارية
لا نعتقد ان نجزم ان 70% ذهب الى الشعب اليمني. نحن اجرينا استطلاعات في حديدة وفي اب وفي بعض المحافظات، يعني 7% فقط من المتضررين قالوا انهم استلموا مساعدات من المنظمات العموميه، بينما 93% قالوا انهم لم يستلموا مساعدات من المنظمات الامميه. هذه النسبه واضحه أن المنظمة الأممية مع الميليشيا الحوثية استطاعت أن تتقاسم هذه الأموال. رأينا كثير من المواد الموجودة في السوق السوداء في برنامج الغذاء العالمي، في مدارس الحوثيين لليونيسف، في كثير من الأماكن لمنظمة الصحة العالمية. أيضا أضف إلى ذلك كم وصلت يا أطنان من الغذاء تارفة إلى ميناء الحديدة وتم إتلافها من قبل وزارة التجارة؟ كم وصلت إلى غذاء حاويات وهي أيضا قريبة الانتهاء؟ نعم. يعني تستورد بمبالغ زهيدة جدا. يعني كل هذه الأشياء ومع ذلك العالم كله ينظر إلى اليمن دون أي ضغط واضح. استطاعت الميليشيا السعودية أن تجعل الأمم المتحدة غطاء سياسي للعمل، وأيضا أن تستخدم كل أدوات المنظمات الأممية ودعمها من أجل تمويل هذه الحرب وفاتورة لها. لولا الأمم المتحدة لم استطاع الحوثيون أن يستمروا ولو حتى 4 أشهر في صنعاء، لكنهم استطاعوا الاستفادة من هذا الغطاء السياسي وهذه الأدوات من أجل إنجاح هذا المشروع. والأمم المتحدة تعاملت بصراحة بنعومة مع هذه المشيئات حتى الآن وبتناغم بما تريد هذه الميليشيا الحوثية. تخيل أنها لم تقول أن الحوثيين يزرعون الألغام ومع ذلك دعموا هذه الميليشيا الحوثية ب 16 مليون دولار مقابل نزع الألغام لم ينتزع شيء. استطاعت أيضا أن تعطيهم سيارات رباعية الدفع لنزع هذه الألغام، لم أيضا ينتزع رقم واحد، واستخدمت هذه السيارات لأغراض عسكرية. هذا يعني شيء بسيط من كل هذه الفساد الأمم المتحدة، وأيضا وضحت الفكرة هذه المساعدات من قبل الأمم المتحدة. ولا يمكن أن يتحسن الوضع الإنساني ما لم يعني تغير آلية الأمم المتحدة وتعود إلى قيم الإنسانية، وأيضا أن يكون هناك استقلال في توزيع هذه المساعدات بعيدا عن ضغط أي طرف، وأن يصل هذه المساعدات إلى كل المتضررين يعني وصولا آمنا حسب القانون الإنساني الدولي والقوانين والمواثيق الدولية. عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، كنت معي عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. وبالعودة إليك دكتور إيهاب، يعني هذه المليارات من الدولارات لم تساهم في خلق استقرار للعملة الوطنية، برأيك ما هو السبب الآن؟ يعني الريال اليمني يعيش أسوأ مراحله وتخطى سقف 1000 ريال مقابل الدولار الواحد، ما هو تفسير ذلك؟ والشق الثاني من السؤال، كيف يساهم هذا الانهيار للعملة المحلية في زيادة نسب المجاعة في اليمن؟ أولا لو سمحت لي لدي تعقيب على حديث الزملاء الضيوف. فعلا المنظمات الدولية يعني مثلما لها أثر بسيط في اليمن لكن لها الأثر الأكبر سلبا على المستوى السياسي وعلى المستوى أيضا الإنساني، وكل الخطوط التي تعمل بها حتى على مستوى تغذية الفساد واستمراره. بالنسبة لموضوع العملة وتدني سعر الصرف الريال أمام العملات الأجنبية، هذا يرجع لسبب واحد أولا وهو استمرار الحرب، ويرجع ذلك أيضا إلى تقصير أداء المنظمات الدولية ومبعوثيها إلى اليمن، وأيضا الجهود الدولية التي لم توصل اليمن إلى حل لإنهاء الحرب في اليمن والمأساة التي تعد أكبر مأساة إنسانية في العالم. يعني هذا سبب رئيسي لإخفاق الأمم المتحدة سياسيا، وبالتالي أثر اقتصاديا مما جعل التدهور مستمر. أيضا لا يوجد هناك للأسف الشديد أي حلول على الأقل على الأرض من الجانب الحكومي الشرعي الذي يمثل الشعب اليمني أمام المحافل الدولية، وأيضا يعني يحمل على عاتقه حساب ووزر ما يعانيه المجتمع اليمني. لم يقم بأي إجراء، مثل أولا تفعيل أو وقف تهريب العملة إلى الخارج،
أيضا فتح الاعتمادات المستندية لعملية الاستيراد والتي بدأها بالأمس البنك المركزي في بيان ضعيف وهزيل جدا. أعتقد أنه من المفترض أن يتخذ قرار وقف التعامل مع الصرافين وتهريب العملة لعملية الاستيراد وفتح البنوك وتسلسل أدائها ابتداء من البنك المركزي ثم البنوك التجارية ثم الصرافين. لا يكون العكس، الآن البنوك التجارية هي تابعة للصرافين والبنك المركزي تابع للبنوك التجارية والصرافين، والعملية مقلوبة أدت إلى التدهور الكبير جدا. أيضا لا يوجد هناك تسريع في عملية تصدير النفط اليمني أو الصادرات بشكل عام مثل الزراعة الزراعية منها أو السمكية وغيرها. لا توجد إجراءات أيضا على الأرض في ضبط الأسعار من قبل الوزارات المختصة، والذي أدى إلى ارتفاع يعني كبير جدا في أسعار الغذاء بالتحديد، وتدني مستوى القدرة الشرائية بسبب عدم وجود المرتبات أو الدخل المستقر حتى في المناطق المحررة. هذه كلها عوامل يعني ساعدت وتستمر في تدهور العملة. أيضا كل ذلك يصب في الأخير في تدني مستوى الغذاء في اليمن، وبالتالي قياس المنظمات الدولية لمستوى توافر الغذاء في اليمن كان حددها بخمس مستويات. 35% من الشعب اليمني يعيش في المرحلة الرابعة وهي ما قبل المجاعة المرحلة الخامسة، والتي دخلت فيها أكثر من 70,000 أسرة. الآن نحن حاليا يعني قد تدهور الأمور أكثر ويدخل 35% منهم في المستوى الرابع إلى المستوى الخامس. عندها يجب على اليمن وعلى الدول المجاورة أن تفتح حدودها لليمن، لأن هناك مجاعة والقانون الدولي يفرض على الدول المجاورة فتح الحدود مع هذه الدولة التي تعاني من المجاعة في المستوى الخامس. أعتقد أن الإخوة الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت وكل الدول المحيطة باليمن لن تسمح بوصول هذا المستوى من المجاعة، وبالتالي لابد أن تحسن أداء المنظمات التي تعمل عليها معها في الأرض، وأن تدقق النظر في التمويل للمنظمات الدولية، وأن تحسن مستوى المعيشة بشكل عاجل حتى لا يتم الدخول في هذه المرحلة الصعبة جدا علينا وعليهم. أود أن أقول في الأخير أن الدول الرباعية التي هي من المفترض أنها مفوضة من قبل مجلس الأمن الدولي على تطبيق البند السابع على اليمن، من مسؤوليتها أيضا إذا حدث ضرر للمجتمع اليمني جراء تطبيق البند السابع. نحن لا حول لنا ولا قوة، هم يستطيعون أن يغيروا حتى السياسة اليمنية، حتى الحكومة اليمنية، حتى رئاسة اليمن كلها تندرج تحت البند السابع، ويحق للدول الرباعية أن تفعل ذلك. وضحت الفكرة، مسؤولة في الأول والأخير عن الوضع الإنساني والسياسي والعسكري في اليمن، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والجارتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. الدكتور إيهاب القرشي، مدير عام الرقابة والتقييم في يمن دايركت، أشكرك جزيل الشكر. وسؤال أخير لضيفتي من القاهرة أستاذة فاطمة، وإذا بدأت من الفقرة والحديث الأخير لضيفي عبر الهاتف، هل نفهم من ذلك أن الدول التي دخلت تحت البند السابع بات مصيرها ليس بأيدي أبنائها، بل باتت يعني رهن التفاهمات الإقليمية، رهن التسويات التي تجري بين الدول الكبرى ومصالح الدول الكبرى في مجلس الأمن؟ بالتأكيد، كلما يعلو سعار الصراع والنزاع المسلح بين أطراف في أي بلد تحصل هذه التدخلات، في منها ما يفضي إلى دعم وإلى خلق حال من الاستقرار، فالنقل بين قوسين النسبي، لكن هناك منها ما يذهب إلى إبقاء الحال على ما هو عليه، أي أن هناك طرفا يهيمن ويمارس بشاعاته ويمارس تأثيره المأساوي في سرقة ثروات البلد، في يعني تجارة السلاح الآن وصولها إلى جماعات حوثية. هذا كله عندما ندرسه وعندما نراه بعين المتفحص هذا يسمح به دوليا، هذا يراد له أن يستمر. هناك من يقتات بالسلاح وتجارته في مناطق الصراعات والنزاع المسلح، هناك طرف يظل مهيمنا وعلى عين هذا على عين قوى العالم، تراه أمريكا، تراه بريطانيا، تراه كل من هي قوى مهيمنة وصاحبة سلطة القرار في مجلس الأمن. يراد
تباطؤ الفعل يراد لنوع من المصالح والنفوذ تدفع فيها دول كاليمن وكليبيا ضمن هذه الصراعات أثمان غالية، وتظل وضعية بهذا الشكل حتى ولو كانت المعطيات على أرض بلد الصراع والنزاع المسلح فيها ما يفضي إلى خلق نوع من التسويات، نوع من الجلوس على طاولة التفاوض لإحلال نوع من السلم، توقف عند هذه النقطة ويجري تعطيلها من حين إلى آخر، كما تحدث أحد الضيوف أن هناك نوع من الدعم أن تذهب ثروات إلى طرف هو مهيمن وهو مسيطر بطريقة مأساوية وكارثية، لا تجد مرتبات، لا تجد أموال في البنوك وهي يعني يجري تبرع بها ويجري توفيرها، لكنها لا تذهب إلى أمكنتها، لا تذهب إلى الأطراف المدنية التي تعاني بشاعة هذه الصراعات. وأيضا الحكومة اليمنية يعني التي هي حكومة شرعية بين قوسين، هذه ينبغي أن يكون لديها أدوارا وآليات تمارسها وإعلان مواقف، لا يمكن أن تستمر هذه البشاعات دون إعلان المواقف ودون وجود آليات أن يظل هذا الطرف. لأن الوضع كارثي في اليمن بدليل أنه العملة المحلية من انهيار إلى انهيار أكبر. أنا أشكرك جزيل الشكر الكاتبة الصحفية الليبية والباحثة الاجتماعية فاطمة الغندور، والمعذرة نظرا لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك. والشكر دائما وأبدا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، في أمان الله.